طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدا النهارده موضوع جديد، موضوع الادفيرسيريال ريسيرش. في موضوع الادفيرسيريال ريسيرش دلوقتي هنبدا نتحرك من السنجل ايجنت جيمز اللي احنا كنا عمالين نتكلم فيها زي الايت كوينز، او مساله ان انا ببلان طريق امشي فيه اوصل للمكان اللي انا عايزه. هيظهر دلوقتي عندنا حاجه اسمها مالتي ايجنت انفايرمنت، ودي اول مره نتكلم عليها في مساله من المسائل. لما بتكون بتلعب جيمز فانت مش لوحدك في انفايرمنت، انت عايز تكسب وعايز اللي قدامك يخسر. احنا اتفقنا قبل كده ان في نوع تاني من المالتي ايجنت، زي مثلا العربيات اللي في الطريق وكلكم عايزين توصلوا لنفس المكان، قصدي كل عايز يوصل للمكان اللي عايز يروحه. انا عايز اروح جليم، واحد تاني عايز يروح كليه هندسه، وات ايفر، بس ماشيين على نفس الطريق وبنستعمل نفس الطريق، فبنحاول نتعاون، بنشتغل بطريقه كوبرتيف ان احنا كلنا عايزين نوصل للجولز بتاعتنا. في الادفيرسيريال سيرش لا، مفيش حاجه اسمها ان احنا الاثنين نكسب، لازم واحد يكسب والتاني يخسر. فانا بحاول ان انا ادور على البوليسي اللي تخليني اكسب، واللي هي ان شاء الله نفس البوليسي اللي تخلي الاوبوننت بتاعك ما يكسبش. فده احنا هنتكلم عليه adversarial search problems، اللي هي games they occur in a multi-agent competitive environment. لو multi-agent cooperative environment مش بتبقى اسمها adversarial search. اللي بيميز adversarial search ان هي competitive، في معنى كده ان في عندك opponent. opponent معناه ان هو انت مش اللي بتلعب له، يعني انت ما تقدرش تتخيل هو هيلعب ايه، فانت البلاننج بتاعك دايما بيكون على الورست كيس، ان هو لو لعب احسن حاجه عنده عشان هو عاوز يخسرك، فانت تلعب ايه اجينست اللعبه اللي هو هيلعبها. خلينا نكمل كلام. ايه الجيم فيرسز السيرش؟ الاوبتيمال سوليوشن از نوت ا سيكونس اوف اكشن. هنا ده الفرق ما بين المره اللي فاتت كنت عايز اروح من لاس فيجاس مثلا لسان فرانسيسكو، حاجه شبه كده، فكنت ببلان سيكونس اوف اكشنز. دلوقتي انا ببلان استراتيجي بوليسي. لو انا لعبت A فالايجنت اللي قصادي هيلعب B، لو انا لعبت B هو هيلعب C، لو انا لعبت C هو هيلعب D. فانت الموضوع ما ينفعش ان انت تتخيل كده ان الاكشنز اللي في دماغك دي هتعرف تعملها، لان كان زمان في المسائل اللي احنا حليناها سواء انفورمد او ان انفورمد او لوكال سيرش وكده، مفيش حد بيحاول يعطلك. دلوقتي في حد بيحاول يعطلك، وزي ما انت عندك دماغ وبتلعب بيها بتفكر تلعب ايه البلان بتاعتك، هو برضو بيفكر يدور على. طيب فالحل بتاع الكلام ده ايه بقى؟ ان احنا نموديل الجيم بلاينج اللي هي الادفيرسيريال سيرش بروبلم دي از ا سيرش بروبلم برضو ستيل، بس بدل ما كنت بتسيرش على الاكشن على الاكشنز هتسيرش على الاستراتيجيز، اللي هو لو لعبت كذا هو يلعب ايه وانا بلعب بعد كده ايه وهكذا. فالاي اي كان زمان زي ما بقول لك كده بيهتم ان هو يعمل حاجه البني ادمين بيعملوها كويس وصعب ان الماشين تعملها. فطبعا من الحاجات اللي البني ادمين بيحاولوا يعملوها كويس الجيم بلاينج، زي الشطرنج والتشيكرز والحاجات اللي شبه كده. فكان زمان ولحد دلوقتي برضو شغالين بنفس طريقه التفكير، ان احنا لو عندنا ايجنت بيلعب مكان البني ادم وبيكسبه، يبقى احنا كده عملنا ايه اتشيفمنت كبير في الاي اي. وده سبب ان كان خلى ناس كتير تدرس البروبلمز اللي شبه كده. خد بالك مثلا مساله زي التشيس البرانشنج فاكتور فيها مش بقى 2 ولا 4، لا ده اون ذا افريج بيكون حوالي 35. عندك دايما اولموست كده 35 اختيار ممكن تلعبهم في اي خطوه، وتقريبا كده عدد النودز في السيرش تري بيطلع الدبث اراوند 100، وده مش حاجه كبيره قوي، ممكن يوصل اكتر من كده احيانا. هنا بنتكلم على افريجز. فلو قلت 35 تو ذا باور 100 معنى كده ان انت ممكن تكون محتاج عندك 10 أس 154 نودز ديفرنت نودز. يبقى المشكله طبعا ان السيرش بالطريقه دي مستحيل، لان كده هيبقى انك توصل للاوبتيمال ديسيشن از انفيزيبل. فمش سهل ان احنا نلعب شطرنج بالاستراتيجيز اللي احنا اتعلمناها قبل كده. امال ايه اللي ممكن نعمله؟ ممكن نعمل حاجه تانية. بيقول لك مثلا تشيكرز جيم اللي هي تشينوك اندد 40 ييرز ريجاين اوف راين اوف هيومن وورلد تشامبيون ماريون تينسلي في 94، عملوا جيم بلاينج ايجنت سموه تشينوك. بيعمل ايه تشينوك دوت؟ بيحاول يلعب تشيكرز. فهو بيقول لو قدرت اوصل للبورد فيها 8 اور فيور بيسز، معنى كده ان ان توتال هيكون في ديفرنت 443 مليار 748 مليون 401 الف 247 ديفرنت بوزيشنز
اقدر اوصل لهم على البورد دي. فهو لو وصل في البورد وهو بيلعب مع البني ادم ان في 8 بسميه 8 اواشيط او اشوطات على البورد، يقدر يبقى عنده تيبل يقول له يلعب ايه ويكسب ازاي. ففي الحقيقه دي الطريقه اللي هم كسبوا بيها ماريون تنسلي في سنه 1994، ان هو عمل هارد كودينج لكل البوزيشنز البوسيبل وانس ان البورد بقى عليها 8 او فيور بيسز. فطبعا دي حاجه ما تنفعش في كل الجيمز دي. ليه؟ لان الشطرنج مثلا مش هيبقى الموضوع ده فيه سهل يعني. والهيستوري بتاعها ان في سنه 49 كلاود، او هي كلاود هي مش كود، هو كلاود في ال ناقصه كلاود شانون ان هيز بيبر بروجرامينج كمبيوتر فور بلاينج تشيس، عمل سجستشن ان الاي اي لو حل مساله التشيس دي يعني حاجه عظيمه جدا. تمام. جاء بعد كده عملوا ديب بلو، كسب جاري كاسباروف 4-2 في 6 جيم ماتش. المفروض ان هو اللي بيكسب اربع ادوار بيكسب. هو كسب 4-2، وده معناه ان هو الديب بلو ده مش اوبتيمال لانه كان لسه ستيم ممكن يخسر. في 2006 فلاديمير كرامنيك برضو ذا اندسبيوتد وورلد شامبيون واز ديفيتد 4-2 باي ديب فريد. طب هل الشطرنج دي اعقد جيم؟ احنا قلنا برانشنج فاكتورز فيها بتلمس حوالي 35. في لعبه اشد منها اسمها الجو، البرانشنج فاكتور فيها بيكون اراوند 300. جوجل ديب مايند بروجكت الفا جو ان 2016، الفا جو ده الايجنت بتاعهم بتاع ديب مايند، كسب 2 فان وي اللي هو اوروبيان جو شامبيون اند ليسي دول ذا وورلد بيست بلاير. فانترستنجلي بقى الناس بعد كده بداوا يخافوا، يعني مثلا اوثيلو دي جيم ثانيه، سيفرال كمبيوتر اوثيلو اكزيست and the human champions refuse to compete against computers. طب ليه؟ علشان الكمبيوتر ايجنتس بقوا تو جود. فده يدي لك فكره بس قد ايه البروبلم اللي احنا بنتكلم عليها تشالنجينج وفيها صعوبات بتواجه سواء احنا بقى دلوقتي كبني ادمين لما تيجي تلعب قدام الكمبيوتر تبقى ايه ندمان، احتمال كبير ما تكسبش يعني. بس هو كان زمان هي الفكره ان انت ايه البني ادم بيعمل حاجه انتليجنت من حاجه صعبه، فلو الكمبيوتر عمل الحاجه الانتليجنت الصعبه دي يبقى كده الكمبيوتر ده فيري انتليجنت هو كمان، وعشان كده يقدر يوصل للحاجه اللي هو عاوزها، او يعني ده يسموها الاي اي بصفه عامه. طب خلينا نبص على الجيمز بس اللي احنا ممكن نلعبها دي. عندنا انواع من الجيمز كتيره، في على سبيل المثال مثلا حاجه اسمها ديترمينستك جيمز. الديترمينستك جيمز دي زي التشيس والتشيكرز والجو والاوثيلو، انت عندك لو معاك البورد كونفيجريشن وعارف هتحرك انهي بيس فانت شايف كل البورد وعارف هتحرك ايه فين، وما فيهاش تشانس اليمنت، ما فيهاش زهره ولا ورق بيتسحب، فهي بيرفكت انفورميشن وديترمينستك. لو هي بيرفكت انفورميشن انا شايف البورد بالكامل بس في تشانس اليمنت زي ان انا يكون عندي ورقه بتتسحب او يكون عندي زهره بلعبها في الطاوله، فدي مثلا بتبقى اسمها بيرفكت انفورميشن. لو جالي 1 و6 فانا الاختيارات بتبقى يا كذا يا كذا يا كذا يا كذا، فخلاص انا عارف هعمل ايه، بس ستيل في تشانس اليمنت هنا. في امبرفكت انفورميشن زي الباتل شيب والبلايند تيك تاك تو. الباتل شيبس دي لو انتوا سمعتوا عنها قبل كده بتبقى مش ديترمينستك. ليه؟ لان انا معيش غير الانفورميشن بتاعت الورق اللي معايا بس، معيش الورق بتاع الناس الثانيه. هي مش ورق، هي بتبقى بورد كده يعني بتعلم فيها على الاماكن اللي انت الجيش بتاعك او الاعداء بتاعك او حاجات شبه. المهم انت مش شايف ايه اللي مع الفريق التاني يعني. واي ثينك منهم مثلا البينجو مثلا حاجه شبه كده برضو، ستيل انت معاك البورد بتاعتك هو بيبقى شايفها ولا مش شايفها؟ بينجو مش بيبقى شايف حاجتك، بيبقى شايف حاجته بس، صح؟ الحاجات بقى اللي هي فيها تشانس اليمنت ومش شايف كل الانفايرمنت زي البيج والبوكر والسكرابل والنيوكلير وور، انا ما اعرفش الكلام ده بصراحه ما لعبتوش قبل كده، بس واضح جدا ان فيها تشانس اليمنت ان جايه من الورق او من الظهر يعني. احنا بقى هنتكلم على ايه؟ لا احنا بصراحه مش هنتكلم على كل التفاصيل دي، احنا هنتكلم على ديترمينستك ويز بيرفكت انفورميشن انفايرمنت، ودول الحاجات اللي احنا هنحاول ندرايف عليها سوليوشنز. هنتكلم على جيم اسمها زيرو سام جيم. زيرو سام معناها ايه؟ ان لو واحد كسب 5 يبقى الثاني خسر 5، مجموع المكسب والخساره بيساوي زيرو، ده اللي احنا هنتكلم عليه. وعندنا تو ايجنتس بيبلايو او بياكتو الترنيتلي، يعني مثلا ده بيلعب الاول ثم الثاني يلعب بعد كده وهكذا. فالزيرو سام جيمز ده بيورلي كومبيتيتيف، يعني ايه؟ لازم واحد يكسب قصاد واحد يخسر، او ممكن يتعادلوا والاثنين ياخدوا زيرو مثلا، ده موضوع ثاني. الايجنتس هاف ديفرنت فاليوز اون ذا اوتكمز، لو انا كسبت هكسب قد كده ولو هو كسب هيكسب قد كده.
ممكن مثلا لو انت بتلعب مثلا طاوله، اللي بيوصل الاواشيط بتاعته الاول بيعد بقى ويقعدوا يعدوا وكده، فممكن انا ما اكسبش نفس المكسب بتاع اللي قدامي يعني، او يتحسب عليه كذا، فاهم قصدي؟ يعني مش لازم المكسب مش 0-1 يعني، بس احيانا بيكون 0-1 في بعض الجيمز. One agent maximizes one single value while the other minimizes it. هو بيلعبوا على نفس اصلا الفانكشن، نفس الفانكشن، واحد بيحاول يكسب فيها وواحد بيحاول يقللها. الحاجه الانترستنج بقى في هنا في الموضوع الجيمز دي او في الادفيرسيريال جيمز، ان هو بيعملوا حاجه اسمها embedded thinking. embedded thinking معناه ايه؟ معناه ان واحد بيفكر ازاي اللي قدامه هيفكر، وبناء على تفكير اللي قدامه يبدأ يشوف ايه اللي ممكن يتعمل وهكذا يعني. فانت عمال تشوف انا هلعب ايه، ولو لعبت ايه هو هيلعب بي، ولو هو لعب بي انا هلعب سي، ولو لعبت سي هو هيلعب دي، ايه ده؟ فاحنا بنفكر للاوبوننت كمان. ده الامبيدد ثينكينج. One agent is trying to figure out what to do, how to decide. He thinks about the consequences. مش بيفكر بس في اللعبه اللي هيلعبها، بيفكر في اللي جاي بعد كده. He needs to think about his opponent as well. Each will imagine that would be the response for the opponent. فده بيسموه embedded thinking. وزي ما انت بتفكر هو بيفكر بنفس الطريقه بتاعتك، وده بيسموه عندنا recursion. يعني انت لو عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا لحد ما يوصل للبيز ستيت اللي هي ايه، انه وصل للبول. فهي برضو زي ما بنقول الموضوع ان في حاجه في الاخر تترمينيت بيها السيرش بتاعك ده. امتى هتترمينيت السيرش؟ لو وصلت للجول. وده معنى كلمه ان انت وصلت للجول، كسبت يعني، واللي قدامك خسر. فالحال ان نعمل فورماليزيشن لاي جيم او ادفيرسيريال سيرش بروبلم، لازم يكون عندك انيشال ستيت، وفي الغالب دي بتكون البورد كونفيجريشن بالكرنت كونفيجريشن. بيكون عندك مين البلايرز، وديفاين ويتش بلايرز هاز ذا موف ان ستيت اس، مين اللي هيبدا بانيشال ستيت يبدا، وبعد كده هياخدوا تيرنز ازاي، كل واحد ياخد دور من الثاني. الاكشن اوف اس، لو انا في ستيت اس وهبدا اخد اكشن، ايه الليجال موفز ليا؟ هل اقدر احرك العسكري في المكان ده ولا لا؟ وبعد كده لما العسكري ده يتحرك هيحصل ترانزيشن فانكشن اس كارتيزيان برودكت في الاي، اللي هم الاكشنز هروح بيها لستيتس جديده والاس جديده. يبقى ديفاين ريزلت اوف ذا موف. التيرمينال تيست هي دي اللي بتقول اذا كنت خلصت ووصلت اللي هي البيز كيس، خلصت ولا لسه. فالتيرمينال تيست هي ترو وين ذا جيم از اوفر وفولس اذروايز. حاجه مهمه جدا بقى، لما التيرمينال تيست يبقى ترو او فولس، معنى كده انا جبت قيمته وبعد كده وصلت حاجه اسمها تيرمينال ستيت وخلصت. في بقى حاجه ثانيه عندنا اسمها يوتيليتي فانكشن. انت في التيرمينال ستيت دول ايه اليوتيليتي، ايه المكسب اللي انت كسبته؟ هل انت كسبت خدت بلس واحد، ولا خسرت خدت سالب واحد، ولا تعادلت خدت زيرو؟ يعني احيانا في بعض الجيمز زي شطرنج عندهم 1 للمكسب وزيرو للخساره وهاف للدرو. فور التيك تاك تو وي كان يوز اليوتيليتي واحد وسالب واحد وزيرو. حسب الجيم اللي بتلعبها اليوتيليتي بتتعرف من الرولز يعني. لان عشان نفهم بس موضوع الادفيرسيريال سيرش ده، هنشرح لك مساله ما فيهاش ادفيرسيريال سيرش. المساله اللي انا هشرحها دلوقتي ما فيهاش ادفيرسيريال سيرش، بس خلينا بس نشرحها عشان بعد كده نفهم احنا عايزين نعمل ايه. فبيقول لك اسيوم وي هاف تيك تاك تو اللي هي بتاعت الاكس او، البورد اللي هي 3 في 3 اللي عايز يسمي فيها 3 اكسات جنب بعض او على دياجونال يعني. ليت اس كول، عندك بلاير واحد بس مش تو بلايرز، حتى ده كده عمل ريلاكسيشن للبروبلم جدا عشان نفهم. عنده بلاير واحد بس، ليت اس كول هيم ماكس اند هاف هيم بلاي 3 موفز اونلي فور ذا سيك اوف ذا اكزامبل. يعني لو ترى هيلعب 3 موفز، فهو في الاول البورده فاضيه، ده الستيت اس. الاكشنز بتاعته عنده واحد من 9 اكشنز، هيبقى دلوقتي عنده 9 تشيلدرن عند الستيت الاولانيه. لما بيحرك 1 اكس، بيحط 1 اكس في اي واحده من دول، هيبدا يشوف هل هي دي جولد ستيت ولا لا، هل هو دي تيرمينال ولا لا. لا دي مش تيرمينال، ولا دي تيرمينال، ولا دي تيرمينال، ولا دي، يبقى لسه هيدج كمان تحت. عند كل واحده من دول يعمل 8 تشيلدرن، ان هو دلوقتي في واحده مليانه وكل واحده ليها 8 اختيارات. نفس الكلام ده عند بقيه الستيتس والكلام ده كله. في الاخر خالص لما لعب 3 لعبات بقى عنده تيرمينال، ادي كده الكوست ده اليوتيليتي بتاعه بلس واحد، ان ده هيكسب وده ما كسبش وما خسرش، فيبقى زيرو درو. لو في ثلاثه ستيتمنت، لو في ثلاثه موفز ما وصلش حاجه فهو ما كسبش يعني. طيب in this case of one player nothing will prevent max from winning. هقول لك انا امتى تعرف ان هو winning. لو انا لقيت terminal state زي دي بتديني بلس 1، انا كادفيرسيريال سيرش وانا واقف فوق هقول ان انا همشي كده خلاص.
على الرغم ان هو كان في حاجات كتيره قوي توصلني، بس انا اول ما وصلت التيرمينال ستيت في 3 موفز قلت ان انا ايه هكسب لو لعبت الثلاثه اكشنز دول اللي انت شايفهم وانا معلم عليهم على الشمال دول. طيب هل في حاجه تمنع الماكس ان هو يكسب؟ مفيش حاجه تمنع الماكس ان هو يكسب لانه كان سنجل بلاير. طب لو كان في بلاير بيلعب قدامه، هل في حاجه تمنع لو لعب الاكس ثلاث هل هيقدر يلعب الثلاث لعبات دول؟ اه طبعا ممكن ما يقدرش، لانه لما يجي يلعبهم هيلاقي واحد يقول له لا يا حلو مش هخليك تحط الاكس في المكان ده وهيحط فيها هو. معنى كده ان المين وظيفته انه يعطل الماكس، والماكس وظيفته انه يكسب المين. في الادفيساريال سيرش بقى اول ميثود هنستعملها وهنشرحها اللي هي قبل بريك، هنتكلم على حاجه اسمها الميني ماكس. الميني ماكس دول تو بلايرز، واحد اسمه ماكس عايز يكسب، ومين عايز ماكس ياخد قيمه سلبه يعني ما يكسبش. البلايرز بيالتيميت تيرنز، والماكس موفز فيرست، والماكس ماكسمايزز ريزلت، ومين مينيمايزز ريزلت. يبقى دلوقتي كده فاهمين الكونفيجريشن، بيجي لك بورده سي ان هي اكس او ولا وات ايفر او اي جيم، يعني مش لازم بورد جيم حتى. ماكس عايز يكسب، ومين عايز ماكس يكسب بالسالب يعني يخسر، والاثنين بيلعبوا على نفس الفانكشن، وواحد عايز يكسب والثاني عايز يخسر. كومبيوت ايتش نودز ميني ماكس فاليوز ذا بيست اتشيفبل يوتيليتي اجينست ان اوبتيمال ادفيرسيري. الفكره كلها انت ما تعرفش مين ده هيلعب كويس ولا وحش، هو هل هو بيفهم ولا ده بيلعب ات راندوم مثلا. فانت الحل بتاعك انك تاسيوم ان هو، وانت ماكس هتاسيوم ان المن ده هو لازم هيوقفك، فانت بتاسيوم ان هو ادفيرسيري، ان هو بيلعب اوبتيمالي ما بيلعبش ات راندوم. الميني ماكس فاليو هي البيست اتشيفبل بي اوف اجينست البيست بلاي، اجينست البيست بلاي. خد بالك ان انت هنا واحد عايز يكسب والتاني عايز يخسر، فانت ما بتاسيوم ان هو عايز فعلا ما يخلكش تكسب، مش بتاسيوم ان هو ما بيفهمش، لازم تاسيوم ان هو بيفهم. فالميني ماكس بيلعب بالطريقه دي. الاكس هيبدا يختار اهو، اختار اللي على الشمال. الاو بدا يختار، بيحط في الثمان اماكن اللي فاضلين. بعد كده الاكس هيلعب اللعبه الثانيه، بعد كده الاو يلعب اللعبه الثالثه. ايه ده؟ ده انا ممكن اوصل لليوتيليتيز حاجات الاو فيها اللي كسب، وحاجات الاكس فيها اللي كسب، وحاجات اتعادلوا فيها. ده اللي احنا كنا عايزين نقوله. طب انا لو انا ماكس دلوقتي العب ايه؟ انا هلعب اللي يوصلني لدي، هلعب اللي يوصلني لدي، بس ممكن وانا بلعب اللي يوصلني لدي الاو ما يخلينيش اوصل لها، يعني خد بالك من الحته دي مهمه. بس انا هختار الباث الاستراتيجي اللي همشي فيه اللي يخلي او ما يعرفش ايه يعطلني. ده طريقه التفكير. فانت بتقول ان عندك ماكس هو ده اللي هيبدا فوق، ومين الترن بتاعه هيبقى هنا، فمين هيبدا لما الستيت تكون اتغيرت بقى فيها 1 اكس يبدا المين يفكر يلعب ازاي، والماكس يعني كده يبدا فيها اثنين علامتين يعني مرسومين ويفكر الثالثه يحطها فين، and so on and so forth. خد بالك ان 3 دي مش لازم الترمينال ستيتس بتوعها يكونوا على نفس الدبس، يعني مثلا الترمينال ستيت دي على دبس ب6، والترمينال ستيت دي على دبس ب9، والترمينال ستيت دي على دبس ب7، صح؟ فمش لازم الليف نودز او الترمينال ستيتس يكونوا كلهم على نفس ايه؟ على نفس الليفل. دي حاجه مهمه تبقى وانت واخد بالك منها برضه. طب هاو تو فايند الاوبتيمال استراتيجي فور الماكس؟ هيعمل دبس فيرست سيرش اوف ذا جيم تري، والاوبتيمال ليف نود كود ابير ات اني ديبث اوف ذا تري. الميني ماكس برنسبل كومبيوت ذا يوتيليتي اوف بينج ان ا ستيت اسيومينج بوث بلايرز بلاي اوبتيمالي. الميني ماكس برنسبل هو بيأسيوم ان الاثنين بيلعبوا اوبتيمالي. بروباجيت الميني ماكس فاليوز اب تو ذا تري وانس التيرمينال نودز ار ديسكفرد. يعني برضو مش فاهمين الكلام ده. لو انا وصلت للتيرمينال نود ولقيت ان اليوتيليتي بتاعتها بوزيتيف، يبقى البرانش دوت هيطلع البوزيتيف فاليو دي لفوق، وبعد كده المين يبدا يختار اقل واحده فيهم عشان هو عايز الماكس يكسب او يخسر، يكسب اقل حاجه او يكسب بالسالب يبقى خاص. وبعد كده فهنشوف موضوع البروباجيشن ده هيحصل ازاي. يبقى احنا دلوقتي التري عندنا فيها ماكس نودز وفي عندنا مين نودز، وفي حاجه عندنا اسمها تيرمينال نودز. فالماكس نودز هيبقى دلوقتي اختار دي ولا دي ولا دي ولا دي ولا دي ولا دي ولا دي بناء على الماكس يوتيليتي. طب الماكس يوتيليتي مش معايا اعمل ايه؟ يبقى هروح اعمل دي اف اس اشوف الاو يلعب ايه. فالاو لما لعب ما لسه مش تم لحد ما وصلت من هنا، دي تيرمينال، فانا عارف ان البرانش ده يجي منه ايه، زيرو او واحد او سالب واحد. فلو انا ماكس هختار ان يجي لي واحد، لو انا مين هختار يجي لي سالب واحد، وهكذا. هنشوف بالمثال ازاي الكلام ده بيحصل بروباجيشن، لان اهم خطوه خطوه البروباجيشن. فدلوقتي لو انت في تيرمينال ستيت
هتريتيرن اليوتيليتي. لو انت مش في تيرمينال ستيت هريتيرن الميني ماكس اوف ريزلتس بحيث ان انا ارجع الماكس اللي يجيب لي اعلى سكور، ولو كان في المين نود هيختار المين. طيب انا بس قبل ما اروح للسودو كود خليني افرجك على تري بالمنظر ده، على تري بالمنظر ده. اسيوم ان التري بتاعتك الماكس هو الترينجل اللي باصص لفوق والمين ترينجل اللي باصص لتحت. فالليف او التيرمينال ستيتس كانت قيمتها هنا بخمسه وهنا بثلاثه وهنا بتسعه وهنا بثمانيه وهنا باربعه وهنا بسبعه وهنا بسبعه تسعه وهنا باثنين. يا ترى الماكس اللي هو في الليفل دوت كان هيختار قيم ايه يحطها هنا؟ هو بيبقى جيت من تحت لفوق يختار مين يا ترى؟ خمسه ولا ثلاثه؟ الماكس عايز يكسب هيختار كام؟ خمسه ولا ثلاثه؟ خمسه. تمام، هنا هيختار خمسه وهنا يختار كام؟ تسعه وهنا يختار سبعة وهنا يختار تسعة. طب المين هنا هيختار مين؟ هيختار الخمسة ولا التسعة؟ هيختار الخمسة. طب هنا هيختار مين؟ السبعة ولا التسعة؟ هيختار سبعة. طب الماكس هيختار السبعة ولا الخمسة؟ هيختار مين؟ السبعة. صح؟ معايا ولا لا؟ لو انا قلت لك ان فوق بقى مكتوب سبعة، الماكس هيختار انهي اكشن يعمله؟ يعمل الاكشن اللي على الشمال ولا الاكشن اللي على اليمين؟ هيختار الاكشن اللي جاب له السبعه، يبقى يلعب مين؟ السبعه. صح ولا لا؟ معايا ولا مش معايا؟ تمام. معنى كده ان الماكس هيختار السب تري اللي على الشمال دي. طيب المين لو بيلعب اوبتيمالي المفروض يختار البرانش اللي ده ولا البرانش ده؟ لو هو مش بيلعب اوبتيمالي وما فكرش كويس واختار البرانش اللي على الشمال هيدي فرصه للماكس انه يكسب كام؟ تسعه. بس لو اختار البرانش اللي على اليمين وهو من هيدي فرصه للماكس انه يكسب ماكسيمم كام؟ سبعه. وده فكره ان احنا بنلعب اوبتيمالي، ده اللي احنا معنى كلمه ان احنا بنلعب اوبتيمالي، ان كل واحد منهم عاوز التاني ما يكسبش اصلا. فزي ما قلنا ان الماكس هيختار خمسه وتسعه وسبعه وتسعه. الليفل اللي فوقيه من هيختار مين؟ هيختار خمسه وسبعه، والليفل اللي فوق الماكس هيختار سبعة. نرجع بقى للسودو كود بتاع الالجوريزم عشان ده مهم جدا نفهم. انت بتلعب ازاي؟ ادي المين فانكشن بتاعتك هنا، دي المين فانكشن. خد بالك احنا قلنا بنبدا بماكس، فانا دلوقتي في المين فانكشن جاي لي انيشال ستيت وعايز اريتيرن الديسيشن بتاعي اروح لانهي ستيت. هختار الستيت اللي تماكسمايز، ها هختار الشايلد، ام سوري هختار الشايلد، هختار الشايلد اللي ماكسمايز جيفن ان انا في الستيت الفلانيه. وماكسمايز دي ايه؟ دي فانكشن. الفانكشن دي بتختار احسن تشايلد ممكن ليها. ها فايندز ا تشايلد ستيت ويز ذا هايست يوتيليتي فاليو. طيب ماكسمايز بيجي لها ستيت وبترجع لك ستيت ويوتيليتي. المفروض ان الستيت دي تكون التشايلد اللي حقق لك اعلى يوتيليتي. فبيقول لك اول كونديشن لو هو تيرمينال ستيت هيريتيرن التيرمينال فاليو اللي هي ايفال اوف ستيت. طيب لو الكونديشن ده كان فولس معنى كده ان هو محتاج يختار حد من التشيلدرن بتوعه. محتاج يختار حد من التشيلدرن بتوعه. فيبدا يقول ايه؟ ان الماكس شايلد والماكس يوتيليتي يعمل لهم انيشاليزيشن. التشايلد لسه ما عرفوش واليوتيليتي بماينس ما لا نهايه وهو عاوز يعليها. بعد كده يلوب على كل التشيلدرن بتوعه يحسب لكل واحد منهم اليوتيليتي. طب هيحسب اليوتيليتي ازاي؟ انا كنت ماكس فاروح عنده المينيمايز للتشايلد بتاعي ومينيمايز للتشايلد يرجع لي قيمه والتشايلد الثاني يرجع لي قيمه ثانيه والتشايلد الثالثه يرجع لي قيمه ثالثه. فانا بعمل ماكس في الكود في الحته دي في السنابت دي بعمل ماكس. هقول ايه في يوتيليتي اكبر من الماكس يوتيليتي اللي هي كانت في الاول ماينس ما لا نهايه؟ هيقول ان ماكس شايلد وماكس يوتيليتي بتساوي تشايلد ويوتيليتي. طب لو ما طلعتش اعلى يعمل ايه؟ ياخد تشايلد تاني. ما طلعتش اعلى ياخد تشايلد تالت لحد ما في الاخر خالص هيريترن مين؟ الماكس شايلد والماكس يوتيليتي. بس خد بالك عشان هو يحسب التشايلد يوتيليتي راح نادى فانكشن ثانيه اسمها ايه هنا؟ مينيمايز. طب مينيمايز بتعمل ايه؟ هي اللي على الشمال. فايند ذا تشايلد ستيت ويز ذا لوست يوتيليتي فاليو. فواضح جدا ان الكود بتاعنا شغال ازاي؟ ها دي اف اس وشغال ريكيرسيفلي. هيريتيرن امتى او يعني هيقف امتى؟ التيرمينيشن فين هيحصل؟ لما يلاقي نفسه في تيرمينال ستيت، لما عمل التيست بتاع التيرمينال ستيت وطلعت ترو
هيروح يرجع اليوتيليتي فاليو، بعد كده يبروباجيتد ويز دايركشنز زي ما احنا شرحنا بالظبط. هل السودو كود بقى مفهوم دلوقتي ولا لا؟ البروبرتيز بتاعت الميني ماكس ان هو اوبتيمال، اوبوننت بلايز اوبتيمالي اند كومبليت لو التري فاينايت. فهو اوبتيمال لو الاوبوننت بتاعك بيلعب صح يعني، وكومبليت لو التري فاينايت ان هو عارف الدبس بتاعها ما بيزيدش عن حد معين. والدي اف اس تايم اوردر بي تو ذا باور ام وده تو ماتش، والدي اف سبيس بي ام وده كويس. بالنسبه للتيك تاك تو بيقول لك ان عنده اون ذا افريج 5 ليجال موفز والتوتال 9، عنده 5 تو ذا باور 9 ستيتس، وعنده فاكتوريال 9 تيرمينال نودز. التشيس برانشنج فاكتور بتاعه 35 اون ذا افريج، والدبس اولموست 100 اون ذا افريج، دي تيبيكال جيم. والبي تو ذا باور دي بتساوي 35 تو باور 10 100، يعني 10 اس 54. البرانشنج فاكتور في الجو اصلا هي البورد 19 في 19، فبيبدا ببرانشنج فاكتور 361، ده يعني حاجه ايه مهوله جدا. طب لو انت بقى عندك كيسز اوف ليميتد ريسورسز ما تقدرش تشتغل بالميني ماكس از از، هتقول ان انت ليميتد في التايم فمش هقدر اسيرش لحد الليفز، هتقول ان انا ليميتد في الميموري وما لا الميموري ما فيهاش مشكله ان هو شغال دي اف اس، هتقول انت ما تقدرش تمشي في التايم زي ما قلنا عشان الليفز بعيده جدا، اعمل ايه؟ تو بي براكتيكال اند ران ان ريزونبل تايم ميني ماكس كان اونلي سيرش تو سام ديبس. انا هسيرش لحد ديبس بيساوي 3 4 5 6 اي رقم انت تقدر عليه. طب معلش يعني ما هو دكتور لو احنا نعرف الديبس اللي انا هقدر ابص عليه لازم يكون عندي حاجه تقول لي التيرمينال ستيت بكام، يعني اليوتيليتي فانكشن يعني الخمسه الدبس بخمسه وسته والكلام ده مستحيل اكون وصلت للترمينال نود. طب فبيقول لك بقى السوليوشن اريبليس الترمينال يوتيليتي ويز ان ايفالويشن فانكشن فور نون ترمينال بوزيشنز. يعني مثلا البورد المفروض ان انا اجيب كل الاواشيط بتاعتي مثلا كده، بس انا الكرنت ستيت بتاعتي كان اتنين كده وواحد كده وواحد كده، بدل ما تقول لي ان دي مش ليف فما اقدرش احسب لها يوتيليتي قول لي كده استيميتد يوتيليتي، اعمل لي هيوريستيك، اعمل لي ايفالويشن فانكشن تقول قد ايه انت بعيد او قريب من اللي انت عايز تعمله. الحاجه الثانيه يوز الايتريتيف ديبنينج سيرش ان هو بدل ما بيشغل دي اف اس يشتغل اي دي اس، يقعد الاول يقول الدبس على 3 لو لقى حاجه كويسه اهلا وسهلا، دبس على 4 وهك. فهمتوا الفكره ازاي؟ الحاجه الثالثه ان هو يعمل حاجه اسمها بروننج، ان التري بتاعت الميني ماكس دي في حاجات كتيره قوي منها ممكن يو دونت هاف تو لوك ات ذم. طب ايه اللي نعمله بروننج؟ خليني اديك مثال وهنشرح بالتفصيل بعد الايه. هنبدا الفا بيتا بروننج. بيقول لك تعال دلوقتي ان انت عندك ميني ماكس جيم وعندك الليف نودز بتاعتك شكلها اليوتيليتيز بتاعتها كده. لو احنا عايزين نحسب الميني ماكس فاليو فانا هرجع هنا ده ماكس فده مين، يبقى هيرجع هنا 2 هيرجع هنا 2 هيرجع هنا 3، فده هيختار 3 ويلعب الحته دي والتاني يختار كده. خلاص ده شكل السوليوشن يعني لو انت بتلعب ميني ماكس. اللي انا عايز اقوله لو انت بتلعب ميني ماكس ان انت مش محتاج تبقى عارف كل الارقام بتاعه الليف نودز. في شويه ليفز من دول انت مش محتاج توصل لهم اصلا. طب يا دكتور ازاي؟ افتكر كويس قوي ان انت شغال دي اف اس، فالدي اف اس لما يجي يبدا هيبدا من اقصى الشمال، هيبدا يكسبلور في الدايركشن ده، هياخد لو لعب اكشن رقم واحد فهيروح للنود دي هنا بيقول له اعمل مينيمايز، هيروح يلاقي هنا كل دول ليفز، فلاقى اول حاجه لقاها 3 فبيقول ان الكرنت مينيمم بيساوي 3 بس المينيمم طماع نفسه يلاقي حاجه اقل من 3 فبيبص على دي لقى 12 قال لا ال 3 احسن، لقى دي 8 يبقى ال 3 احسن. خلاص ماشي ركز بقى في اللي جايه دي. مين اللي هيختار من ال 3 مينيمم نودز دول، ماكس ولا مين؟ ماكس. حلو جدا، يبقى ماكس دلوقتي اما يجي يبص على مين بتاع الدية هيعمل ايه؟ بص هيقول ايه؟ مين طماع لقى اول حاجه 2 قال يا سلام 2 حلو قوي، قام كاتب 2 عنده كده في دماغه شايل معاه 2. خد بالك ان مين طماع نفسه يطلع له مكان الاربعه 1 صح؟ نفسه يطلع له كده عشان يقلل دي يخليها 1، مظبوط ولا مش مظبوط؟ تمام
بس ده مش فارق مع ماكس اصلا، لان ماكس كسبان ثلاثه متاكد انه يقدر يجيب ثلاثه. يبقى لما ماكس يلاقي هنا في اتنين يعمل ايه؟ يقول له ما تبصش على حاجه تانيه، دول اسمهم بروند، مش عاوزهم اصلا، ما لهمش لازمه، لان كده كده انا اقدر اجيب اكتر من الاتنين، فما تكملش. يخلي مين ما يكملش؟ ماكس هيخلي مين ما يكملش؟ يقول له ما تدورش اصلا، انا معايا حاجه احسن من اللي انت هتدور عليها. رغم ان مين كان نفسه يلاقي واحد، بس ماكس هو اللي هيلعب فوقيه، فماكس مش فارق معايا، فيقول له ما تكملش. معنى كده ان السيرش تري دي كلها مش لازم اعملها اكسبلوريشن. ركز في اللي جايه بقى دي، عشان هنشوف اذا كان ينفع مين بولينج تاني ولا لا. هنا دلوقتي مين اول حاجه هيلاقيها ايه في الاول؟ لقى كام؟ 14 ماكس يقول له كمل، ومين ايه؟ طماع، فيبقى الاثنين يكملوا. فلا مين لقى خمسه، فخمسه احسن من 14، مين مبسوط، وماكس كمان مبسوط لان خمسه اكبر من ثلاثه، فيكمل. مين لقى اتنين، مين بقى مبسوط جدا انه جاب اتنين، وماكس مش فارق معاه لان معاه تلاته اصلا. معنى كده ان التلاته برانشز دول هيتفتحوا، هيبص عليهم مين، هيبص عليهم، لكن الاتنين برانشز دول اللي هم عليهم السهم مين مش هيبص عليهم، عشان ماكس اوريدي يقدر يجيب اعلى من الاتنين دي. خلاص، ده بيسموه الالفا بيتا بروننج، وده هنشرحه ان شاء الله بعد الفاصل. احنا هنقعد بقى فاصل كده 30 دقيقة كمان ونكمل على 6 الا ربع باذن الله تعالى. اوكي، رجعنا من بريك، كلنا خدنا بريك بتاعنا، نكمل بقى المحاضرة بتاعتنا إن شاء الله. خلينا نشوف الألفا بيتا بروننج. إيه موضوع الألفا بيتا بروننج ده؟ دي طريقة إن أنا أريديوس السيرش سبيس، وأنا بعمل دي إف إس ألاقي إن في نودز أنسيسرلي إن أنا أفتحهم، ملوش أي لازمة إن أنت إيه تفتحهم، ده كده بالنسبة لك تضييع وقت إن أنت تفتح النودز دي. طب انا عايز بس اتاكد ان انتوا فهمتوا اللي انا قلته، انتوا معايا الاول ولا لا؟ تمام. انا عايز اسال سؤال دلوقتي، هسال سؤال واللي هيجاوب عليه هياخد بونص درجه بتضاف لاعمال السنه، ويعني بحد اقصى 5 درجات طول الترم. يعني انا عايزك تقول لي البرانش اللي في ناحيه اليمين دوت امتى يحصل فيه بروننج؟ عاوز اغير ترتيب الليفز في البرانش اللي على اليمين بحيث ان يحصل فيه بروننج، اعمل ايه؟ ممكن الاثنين تيجي على الشمال خالص. مين الشاطر الجميل اللي قال كده؟ مظبوط، اجابه سليمه. لو انت جبت الاثنين مكان ال 14 وال 14 مكان الاثنين، بقى عندك هنا 2 و5 و14، هيقدر يبرون مستريح تماما، صح كده؟ هيقدر يبرون الخمسه وال 14 دول، زي ار نوت نيسيسر لاي تو بي اكسبلورد، اصلا مستحيل الماكس يجيب اكتر من الثلاثه، لان الماكس كان هنا هيجيب ثلاثه لو انت فاكر. فوانس ان انا شفت الاثنين دي المينيمم هيمسك فيها، فالماكس من مستحيل يجيب اكتر من الثلاثه، خلاص يبقى ملوش لازمه انك تكمل سيرش اساسا. هل فهمنا الستوري بتاعت الالفا بيتا بروننج؟ طب هتتعمل ازاي بقى؟ ده موضوع ثاني هنشوف دلوقتي. طيب عايز برضو ادي اوكازيون بونص تاني، يا ترى ايه اللي انا محتاج اغيره في الالجوريزم بتاع الميني ماكس؟ افكرك بالسودو كود بتاعه، فين السودو كود بتاعه؟ كان بعيد شويه اهو. هغير في ايه السودو كود بتاع الميني ماكس دوه علشان اعرف اعمل الالفا بيتا بروننج ده؟ انا سؤال تاني اهو، بونص تاني اهو، اوكازيون البونص النهارده، بونص لاي حد هساله سؤال واقول عليه بونص ويجاوب هديله بونص. مين اللي اخذ البونص اللي فات؟ محمد القذافي. محمد، ممتاز يا محمد، برافو عليك. هو ممكن تجيب على الالجوريزم؟ عايز واحد بس يتكلم، ممكن يجيب ايه؟ عاوز اشوف الالجوريزم بس. لا هو الالجوريزم بسيط، يعني هو انت في الماكس بتنده على مين؟ على كل التشيلدرن بتوعك، وفي المين بتنده على الماكس لكل التشيلدرن بتوعك لو انت ما كنتش تعمل ستيت يعني.
احنا ممكن نزود في في المين ان هو يعمل تشيك كده ان هو النمبر بتاع الماكس كام، لو اكبر من اللي موجود فما يكملش بقيه البرانش. برافو عليك، هقول لك هديك البونص كل حاجه، بس هو مش مظبوط قوي. بس الفكره ايه؟ الفكره ان الرقم اللي انا كاتبه 3 ده ما كانش موجود قبل كده خالص في الالجوريزم القديم، ما كانش في حاجه اسمها الثلاثه دي، ما كانتش معايا صح؟ ده انا كنت بعد ما بجيب الفاليوز تحت خالص بعمل بروباجيشن لفوق صح؟ وخلاص. لكن ان انا امنتين الثلاثه دي بحيث لما اروح هنا ابقى فاكر ان كان في ثلاثه، هو ده الجديد. فهو هي زميلتك واضح ان هي لقطت الفكره ان الثلاثه دي محتاجين حافظينها. فانا كده محتاج استور تو مور فاليوز، فاليو اسمها الفا وفاليو اسمها بيتا، ودول برضو بيحصل لهم يعني باسنج، يعني هنقول ازاي كمان شويه صغير. المهم طب ايه الالفا وايه البيتا؟ الالفا دو اقل قيمه الماكس هيكسبها سو فار، اللي هي الثلاثه بتاعتك. يعني الماكس عمره ما هيكسب اقل من ثلاثه، لازم هيكسب ثلاثه فما فوق، يبقى ثلاثه بلس، يبقى الالفا ده لور باوندنج، لور باوند على الماكس هيكسب، والبيتا ده ابر باوند على اللي مين هيكسب ماشي، او على المين الابر باوند للمين فاليو هيبقى هو البيتا، واللور باوند للماكس فاليو هيبقى الالفا. وتمنتين الالفا والبيتا دول ثرو الدي اف اس. خد بالك ان انت وانت راجع الدي اف الالفا والبيتا اللي كانوا هنا مش مهمين بالنسبه لك، انت مهم ليك اللي هم اللي موجودين على نفس الصف بتاعك ماشي. يعني انا مش مهم ليا ابقى عارف الالفا والبيتا هنا كام، لو انا هنا لو انا في المكان ده وطز في اللي كان هنا ده مش ولا فارق معايا اصلا، فارق معايا اللي جنبي بس، عشان دي هتفرق معاك في البروباجيشن. خليك يشرح لك بقى الالفا بيتا بروننج تاني، يقول لك انه عملت ميني ماكس عادي جدا هياخد الماكس بتاع الثلاثه والاثنين والاثنين، وهيقول ان الماكس هيكون هو ايه الثلاثه المظبوط تمام، يبقى كده الميني ماكس. هيشاور لك على الاكس والواي دول، بيقول لك ويتش فاليوز ار نيسيسري. الاكس والواي دول كومبليتلي ان انسيسري، مش محتاج ان انا اكسبلور اصلا في الباس ده. خد بالك بقى الحاجه المهمه اللي عايز اقول لك عليها عشان الحته دي ما تنساهاش، ان اصلا كان ممكن يكون دي مش ليفز، الاكس والواي دول ممكن يكونوا برانشز صح، يكون هنا عنده ماكس والماكس دي عندها مين، عنده مين كده ومين كده ومين كده. ده انا اللي عايز اقوله لك بقى ان كل البرانش ده هيتقطع، كل البرانش ده كومبليتلي ان نيسيسري، ملوش اي لازمه. يعني هي مش اكس بس، اكس واللي تحتها واي واللي تحتها كل دول مش ضروريين اساسا. فهمنا الفكره؟ فموضوع الالفا بيتا بروننج ده بيفرق لو التري فيها باسز كتيرين ما لهمش لازمه ان انا اكسبلور فيهم، فهيفرق معايا. طيب انا برضو عايزكم تفكروا في اللي احنا عملناه ده، عشان كمان شويه هنقول طب لو انا عايز اعمل بروننج كتير اعمل ايه يعني. دكتور معلش عندي سؤال. هو هيثبت لك ان اكس واي ما لهمش لازمه. حد عنده سؤال؟ اه دكتور معلش عندي سؤال. اه طب لو السب تري بتاعت الاكس دي كان في نود تحت في الليف مثلا بواحد، بس ساعتها الفاليو هتتغير يعني. بس هو كده ولا كده يقدر يكسب ثلاثه؟ اوكي هي دي كده، هي الفكره بتاعتي كده ان هو يقدر يكسب ثلاثه. لو حطيت لي صفر، لو حطيت لي سالب 15 الماكس يقدر يكسب ثلاثه تمام. بس انا فاهم سؤالك، زميلنا بيقول لنا يا دكتور بس الاثنين اللي كاتبينها دي ممكن تكون ان اكيوريت صح ولا لا؟ يعني هي الترو مين فاليو، الترو مين فاليو ممكن تكون اقل من اثنين صح؟ ما احنا بنفترض ان المينيمم بيشتغل اوبتيمال. اه بس هو لو مينيمم بيشتغل اوبتيمال فكلامه يبقى هو صح. افرض كان مكتوب هنا واحد. يعني لو وانا برضه بشتغل اوبتيمال معاه. ايوه لو هي واحد المفروض يبقى في واحد هنا، بس انا كاتب اثنين. يبقى ده مش اكيوريت. صح ولا انا غلطان؟ مظبوط. فده كلام مايكل، كلام مايكل مظبوط، كلام مايكل بيقول يا دكتور انا كده المين بتاعي ما بيشتغلش صح. لا ما انا ما يهمنيش المين، انا يهمني ان الماكس يكسب. ماشي؟ تمام ماشي يا دكتور. مايكل؟ بس انت فعلا كلامك مظبوط، هو المفروض لو كان هنا الواي مكانها واحد كان المفروض يكتب هنا واحد، بس لما يجي الماكس في الليفل اللي فوق برضه هيماكس ثلاثه. تمام مية مية. انا حاسس ان مفيش حد من البرامج معانا، كلنا عام صح؟ في حد من البرامج معانا النهارده؟
انا يا دكتور موجود. طب فين بقيه الناس يا اسامه؟ ايه كلهم ولا واحد ظهر غيرك؟ مش عارف. انتوا متفقين ولا ايه؟ طيب فالالفا بيتا بروننج انا بيقول لك ان عنده الاكس والواي دول ريجاردلس ايه الفاليو، فبيقول لك من اوف 2 واكس وواي مش فارق، الماكس دايما هيكون بتلاته. غير ان زي هي اقل من او يساوي 2 مش فارق، برضو الماكس بتاع الارقام دي هيكون 3 مش فارق، هو كده ولا كده بيدور على الماكس في الاخر على الزفري اند. فالماكس ات الروت هيساوي 3. السؤال بقى اللي انت فعلا ممكن مايكل يكون بيسال عشانه، لو انا جبت لك في الامتحان 3 زي دي وكتبت لك الاكس بتساوي 1 والواي بتساوي 2 وقلت لك احسب لي الميني ماكس هيطلع بكام، فهتقول لي يطلع بيساوي 3، هقول لك برافو عليك. لو قلت لك اعمل لي الفا بيتا بروننج وشوف لي هيحصل ايه، فهتطلعها لي برده ب 3، صح؟ برافو عليك، ممتاز. انا بقى لو انا يعني عايز اغلس عليك شويه هقول لك ايه البوسيبل فاليو اللي هتكون البانش دوت لو انا شغال بميني ماكس، هتقول لي هي لازم تكون 2 بس. ايه البوسيبل الميني ماكس ديسيشنز ار اندبندنت اوف ذا فاليوز اوف اكس اند واي ذن يو كان برون ذيس فاليوز. فالالفا بيتا بروننج هيشرحوا لك بقى بالتفصيل الالجوريزم السودو كود بتاعه، هنيجي عليه دلوقتي كمان شويه صغيرين. بيقول لك ايه الطريقه بتاعه التفكير بتاعته، ان الاستراتيجي بتاعته هو زي الميني ماكس دي اف اس، مفيش اي مشكله. البارامترز هيكيب تراك اوف تو باوندز اللي قلت لك عليه. الالفا هي اللارجست فاليو فور ماكس اكروس سين تشيلدرن، يبقى ده بالنسبه لنا هيبقى الكرنت لوور باوند واللي ماكس نفسه يزود عليه، هي دي الالفا اكروس سين تشيلدرن. والبيتا هي اللوست فاليو اوف مين اكروس سين تشيلدرن، اللي هي اللوست فاليو اللي نفسه يقلل عليها، الكرنت ابر باوند اوف المين اوتكم. الكرنت دول حاجتين زياده. الانيشاليزيشن الفا عايزها تزيد فبيبدا ماينس ما لا نهايه، بيتا عايزها تقل فبيبدا بما لا نهايه، ده كانيشاليزيشن. البروباجيشن هي الحته دي مهمه قوي، وانا فوق ببدا بالفا بتساوي سالب ما لا نهايه وبيتا بتساوي ما لا نهايه، وانت بتفوق وانت فوق وبتعمل بروباجيشن في الدي اف اس بتاعك سند الفا وبيتا فاليوز داون ديورينج ذا سيرش تو يو بي يوزد فور بروننج. هبدا ابعتها للتشيلدرن بتوعي، الفا بتساوي ماينس ما لا نهايه وبيتا بتساوي ما لا نهايه، ده اللي هيبدا يعمل. ابديت الفا وبيتا باي فاليوز باي بروباجيتنج ابوردز فاليوز اوف تيرمينال نودز، لو انا وصلت للتيرمينال نود اقدر بقى في هذه الحاله ابديت من تحت لفوق في هذه اللحظه. هابديت الفا اونلي في الماكس نودز، دي حته بقى التريك اللي الناس بتقع فيها دايما، ويابديت بيتا في المين نودز بس. يبقى في المين نود يبقى الفانكشن بتاعتك لو انت بتتكلم على سودو كود، السودو كود بيابديت الالفا في الماكس والسودو كود بيابديت البيتا في المين. اخر حاجه برون اني ريميننج برانشز وينيفر ان الفا تبقى اكبر من او يساوي بيتا. لو حصل كروسنج انت بادئ الالفا ماشيه من ماينس ما لا نهايه وماشيه في الاتجاه ده، والبيتا بادئه من ما لا نهايه وماشيه في الاتجاه ده، اول ما يحصل كروسنج هتلاقي ان بيتا بقت اقل من الالفا، يبقى في بروننج هيحصل عند البرانش. يبقى انا هيحصل الكلام ده عند البرانش ده ولا عند ده ولا عند ده. لو حصل هنا يبقى حبرون خلاص، فاهمنا ازاي؟ مش هكمل بقى، فهمت القصه؟ وده الكونديشن اللي بيعمل بروننج، ان يلاقي ان الفا وبيتا كانت المفروض ان بيتا كبيره وعايز اقللها والفا صغيره وعايز اكبرها، اول ما اتجاهاتهم تقلب ها تسويتش، الكبير يبقى صغير والصغير يبقى كبير، يبقى انا كده ايه حبرون. فبيقول لك if alpha ادي هنا اهو، if alpha better than a for max ادي a وادي الفا، لو ماكس احسن له ياخد الفا يبقى حبرون كل ده. خلاص انا ملوش لازمه افتح البرانش ده طالما معايا حاجه افضل. ونفس الكلام لو بيتا احسن لمين من بي يبقى حبرون كل الكلام ده، ملوش اي لازمه اصلا، ملوش اي لازمه. خلينا نشوف الالفا بيتا بروننج يمشي ازاي.
في الاول خالص احنا عارفين ادي الـ A بدأ هيبدا يبروجيت الالفا والبيتا بتساوي ما لا نهايه، هنا ماينس ما لا نهايه وهنا ما لا نهايه، هيوديهم هنا الفا بتساوي ماينس ما لا نهايه وبيتا بتساوي ما لا نهايه. وصل هنا عند التلاتة هيعمل ايه دلوقتي؟ وصل لبي الفا لتلاتة. يبقى هو كان جاي له الفا بماينس ما لا نهايه وبيتا بما لا نهايه، انا دلوقتي عند ماكس يعمل الفا بتساوي كام؟ بتساوي 3. خد بالك ان ما لا نهايه ستيل اكبر، فمش هيبرون لسه، مش هيبرون حاجه خالص. وبعدين يجي اكسبلور البرانش بقى دوت، يجي اكسبلور البرانش دوت هيلاقي ايه؟ ان كان وصلنا هنا انا هنا كنت بكام وكام؟ كان بماينس ما لا نهايه وما لا نهايه، يبقى هيروح يبقى حاطط هنا الفا بتساوي ماينس ما لا نهايه وبيتا بتساوي ما لا نهايه، يابديت الالفا ب 12 ويعمل نفس الكلام على الثالث. طب وبعدين لما يخلص الثالث برضه هيعمل نفس الكلام برضه عشان ما تبقاش متلخبط، هنا برضه الالفا بتساوي في الاخر خالص هتبقى 8 والبيتا بتساوي ما لا نهايه. بعد ما خلص البرانش ده كله كده، كل البرانش ده خلص صح، هيبروباجيت الفاليو بقى بتاعت بيتا تبقى مين فيهم؟ انا وصلت عند مين؟ فالبيتا بتاعته البيتا ما اتغيرتش، البيتا ما اتغيرتش صح، ما لا نهايه. الفا هتبقى مين فيهم؟ هي المينيمم بتاعهم، هي المينيمم بتاعهم 3. طيب لما الالفا بتساوي 3 هيبروباجيت تاني لفوق، الفا بتساوي 3، هو خد بالك هنا مش هيحصل بروباجيشن ده، الفا هنا بقت بتساوي 3 دلوقتي، بقى هي دي الحته المهمه، ان الفا بتساوي 3 وبيتا بتساوي ما لا نهايه. لما يجي يروح لبرانش جديد هيبقى الفا بكام؟ ب 3 وبيتا هي اللي بكام؟ بما لا نهايه. عشان كده لما يحط هنا 2 هيحط 2 في مين؟ في البيتا، عشان هو بيابديت البيتا هنا صح كده؟ يحط 2 يلاقي البرانش خلاص 3 اكبر من 2 هيوقف ومش هيعمل بروجكت، ونفس الكلام يعملها في اللي في الناحيه اليمين. ده الالفا بيتا بروجكت. السودو كود بتاعه ركز في الحته بقى دي كويس. بص السطر ده زي القديم والسطر ده زي القديم، بس هنا خد بالك انه بعت الفا وبيتا، وهنا بعت الفا وبيتا، وهنا بعت ماينس ما لا نهايه وما لا نهايه، الفا بماينس ما لا نهايه وبيتا بما لا نهايه. هنا هيبص على كل التشيلدرن، عايز يحسب اليوتيليتي فبيحسبها بمينيمايز. لو يوتيليتي اكبر من الماكس يوتيليتي هيقول ان التشايلد باليوتيليتي دي هم اللي المفروض ايه؟ احسن من القديمه. لو الماكس يوتيليتي اكبر من اللي هي حصل فيها ابديت بقت اكبر من او يساوي البيتا هيبريك، لو الماكس يوتيليتي اكبر من الفا يبقى ابديت الالفا. لو الماكس يوتيليتي اكبر من الفا معنى كده الابر باوند بتاعه ايه؟ هيعلى شويه. ونفس الكلام عكسه بقى في ايه؟ في موضوع البيتا. الموضوع محتاج انك تجرب تعمله بايدك مره واثنين وثلاثه لحد ما تكونفيرم ان انت فاهمه كويس. الشيت هينزل لكم مسائل عليه، وفي العاده ده سؤال مضمون في امتحان الميد تيرم، يعني انا بجيب سؤال مباشر جدا في الميد تيرم على موضوع الالفا بيتا بروننج، بجيب لك تري واقول لك رتب لي مثلا النودز بحيث ان ما يحصلش ولا مره بروننج، او اقول لك رتب لي النودز في الليفز يعني بحيث ان يحصل تو ماتش بروننج، واقعد بقى اشوفك انت فاهم الالفا بيتا بروننج ولا لا، واقول لك طلع لي البرانشز اللي حصلها بروننج. فده سؤال بيبقى واضح وسهل يعني، والناس كلها تقريبا بيجاوبوا صح يعني، الا لو مش فاهمين يعني ايه ليفز يعني. ده دي الحته اللي الناس بتغلط فيها، ان هو ساعات مش فاهم يعني ايه ليف اساسا. ليف بيقول لك it does matter الموف اوردرنج، ده الحته السؤال اللي انا بحبه بقوله. It does matter as it affects the effectiveness of الالفا بيتا بروننج. Example, we could not prune any successor of D because the worst successor for mean was generated first. If the third one leaf 2 was generated first, لو هو كان كاتب هنا 2 would have pruned the 2 15 اللي احنا مديناهم من شويه صغيرين، كان القذافي تقريبا اللي قال عليها. وفي هذه الحاله يبقى معنى كده ان الموف اوردرنج مهم جدا. طب ايه موضوع الموف اوردرنج؟ هل في عندنا اي طريقه نخلي الموف اوردرنج يبقى كويس؟ طب ايه هو الورست موف اوردرنج وايه الايديال موف اوردرنج؟ نركز في الحته دي كويس. الورست موف اوردرنج ان انا ما فيش هعمل اي بروننج، معنى كده ان انا هعمل الكومبلكستي بالكامل ويكون الجول في الرايت فيري فيري رايت في التري، هعمل بي تو ذا باور ام، دي اسوء حاجه ممكنه في الدنيا، ده الورست اوردرنج. طب الايديال اوردرنج ان انا اعمل بروننج كتير جدا وان دايما البيست موف على الشمال. ده بيقول لك انت لو دايما حظك كويس كده وتقدر تعمل الكلام ده، معناه ان انت لو ام بتاعتك افكتفلي كانت بتساوي 10
مثلا سي، لا ده انا ممكن اعمل اوردر بي تو باور ام على 2، فده بالنسبه لي حلو جدا، ان انا بدل ما باكسبلور 10 ليفلز تحتيه انا ممكن اكسبلور اب تو 20 ليفلز تحتيه، فده بالنسبه لي مكسب كبير جدا لو النود اوردرنج كان كويس. طب هاو تو فايند ا جود اوردرنج؟ والله انا في ممكن بقى اشيل معايا حاجه اسمها بوك كيبنج كده، اقعد اشيل معايا حاجه تقول ان دي كانت بيست موف ولا باد موف، الحاجات اللي كانت بتجيب لي سكورز كويس اخليها فوق، اخليها شالوز فوق واخليها كمان على الشمال، واوردر ذا نودز سو ذات ذا بيست ار تشيك ذا فيرست. السؤال انت هتقوله لي يا دكتور، هو انا بعرف النود كويسه ولا وحشه غير لما بفتحها الاول؟ مش بعد ما بفتحها بلاقي ان هي لسه مش كويسه ولا هي وحشه، هعرف ازاي؟ فبيقول لك ممكن تيوز الدومين نولج. لو انا بلعب شطرنج يبقى ايه الحاجه اللي انت متخيل هتكسبك اكتر، انك تكابتشر ولا تثريت ولا تموف فورورد ولا تموف باكورد؟ يا ترى مين اللي هيكون في الغالب يديلك سكور احسن؟ اكيد انك تكابتشر موست لايكلي، طبعا مش كل الكابتشر بيكون احسن من ان انت بس تعمل تهديد، بيكون احسن من انك تعمل فورورد موفز، بيكون احسن من انك تعمل باكورد موفز. فانت حاول تخلي الموفز الكويسه على الشمال دايما في التري عشان تعرف تبرون اسرع. وساعات بيقول لك احفظ بوك كي باد ستيتس عشان ممكن يتكرروا لك تاني. الريل تايم ديسيشن الميني ماكس لازم يجنريت الانتاير جيم تري سيرش سبيس. الالفا بيتا الجوريزم برون لارج تشانكس اوف ذا تري بات ستيل وي هاف تو جو اول ذا واي تو ذا ليفز. عشان افهم البروباجيشن للالفا والبيتا والماكس والمين والكلام ده لازم ان انا اعمل ايه؟ لازم ان انا اوصل للليفز، وده مش هيكون براكتيكال خالص خالص في الريل تايم. فقالوا ايه؟ ان انت بدل ما توصل للليف نود عن طريق اليوتيليتي وتعرف السكور بتاعها بكام، اعمل فانكشن اسمها ايفال، والايفال دي بتاستيميت الفاليو اوف ذا كارنت بورد كونفيجريشن. طب هل في امثله على موضوع الايفال؟ بيقول لك دي هيوريستيك at state s في اوثيرو مثلا بيعد الوايت ماينس البلاك، لو لقى عنده وايت كتير يبقى اليوتيليتي عاليه، لو لقى البلاك كتير يبقى اليوتيليتي بالسالب. في التشيس ممكن اقول ان الوايت بيسز ماينس البلاك بيسز، وده ممكن احول منها برضو ايه النون تيرمينال لتيرمينال. الايديال ايفالويشن فانكشن وود رانك التيرمينال ستيتس ان ذا سيم واي از ا ترو يوتيليتي فانكشن but must be fast. يعني انت الفكره كلها انت نفسك تجيب utility function تجيب لك نفس السكورز او مشابهه للسكورز اللي عند terminal nodes من غير ما اوصل لها. فانترستنجلي ان هم بيعملوا الكلام ده عن طريق ان هو يديفاين linear function من شويه features. الجديد بقى برضو اللي بعد كده ان بقوا يعملوا حاجه اسمها deep learning ويحاول ان هو يتعلم الفيتشرز اللي تعمل احسن waiting اللي تخليه يعرف يعمل احسن eval function تخليه يعرف يكسب. زمان كانوا بيقول لك بيعمل domain knowledge to handcraft الفيتشرز، ولكن دلوقتي الموضوع اتغير. على سبيل المثال لو انت بتلعب شطرنج فعملوا ان فانكشنز، فبيقول لك مثلا بعض الفانكشنز دي انه هيدي اف بتساوي واحد لو معاه عسكري وثلاثه للفيل اند سو اون. بعد كده يبدا ايفالويت سوري جنريت وايت لينير فانكشن من الفانكشنز اللي عنده دول ويحسب ايفال اس. ديب بلو لما كسب كاسباروف كان عنده 6000 فيتشر وبيستعمل ايفال فانكشن عشان ما يروحش الايه للليفز، وده اللي قلت لك ان هو ما كانش اوبتيمال، انه ما كانش يقدر يوصل للليفز كلها. طيب احنا كده كل اللي كنا بنتكلم عليه سو فار كان ديترمينستك جيمز وشايفين الفول بورد كونفيجريشن وكده. في بعض الاحيان بيكون عندنا حاجه اسمها ستوكاستيك جيمز، ودي بيكون فيها راندوم اليمنت زي ان انا ثرو ايداي او ان انا اعمل حاجه اسمها ان انا سيلكت ورقه من كوتشينا والحاجات دي. فده بيانترديوس عندنا حاجه جديده اسمها تشانس نودز. التشانس نودز دي احنا بنستعملها عشان ريبريزنت الاستوكاستيسيتي اللي احنا بنتكلم عليها. واحده من الطرق اللي بنعملها حاجه اسمها الباك جامون، ودي اولد بورد جيم كومبايننج سكيل اند تشانس، اللي هي الطاوله اكيد لعبتوها وشفت حد بيلعبها قبل كده. يعني ذا جول از ذات ايتش بلاير ترايز تو موف اول هي بيسز تو ذا اذر سايد، والاوبوننت بيحاول يعمل نفس الكلام. فنعمل الكلام ده ميني ماكس ازاي؟ هو نفس القديم نفس القديم، بس هانتروديوس حاجه اسمها تشانس نودز. السيركلز الصفراء دي اسمها تشانس نودز. فبيدي لك على سبيل المثال دي بارشال جيم تري فور باك جامون، بيقول لك ان الماكس عايز يكسب، بس الماكس عنده 36 اختيار ان هو يرمي الزهر،
طلع واحد 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 اثنين واحد ثلاثة واحد أربعة لحد ما يطلع له ستة ستة، ده 36 اختيار. هو في الحقيقة مش 36 اختيار، لو حد يعرف هما كام اختيار بحقيقة وحقيقي يبقى شاطر. كام اختيار هما؟ لو هترمي زهرتين في نفس الوقت عندك كام تشويس؟ هيبقوا 18. لا غلط، هي 18. انت قصدك ان هو واحد خمسة زي خمسة واحد صح؟ اه ماشي ده كويس بس الإجابة غلط. هيبقوا كام؟ 30 يا دكتور؟ غلط. هيبقوا 24 عشان التماسك؟ غلط برضه. انتوا فظاع. ما تلعبوش طاولة قبل كده. هتبقى 21؟ طب قولي لي ليه؟ عشان يعني اللي هو يعني الستة مثلا ليها ستة chances، لكن الخمسة ليها خمسة واربعة اربعة كده. لا هو انا حاسس انت اتلخبطتي في حاجه، بس هو الرقم مش عارف هو صح ولا غلط، احتمال كبير يكون 21. خلينا نشوف هو بيتحسب ازاي اساسا. ادي الظاهره الاولانيه 1 و2 و3 لحد 6، وهنا 1 و2 و3 لحد 6 صح كده؟ مظبوط؟ فاحنا بنقول ان 1 و3 هي نفسها 3 و1. مظبوط ولا مش مظبوط؟ ايوه بالظبط. 1 و2 هي نفسها 3 و1. معنى كده ان انا شلت كام اختيار موجودين عندي؟ هو طيب. انا لكم مش هتفهموها بالسهوله دي. هسيبها لكم اكسرسايز، هو الاجابه بتاعت السؤال المفروض انها تطلع 21 فعلا. ما هو انا عملتها 6 بلس 5 بلس 4 بلس 3 بلس 5 6. 6 بلس 5 بلس 4 بلس نازل يعني. طيب ايه الستة دي؟ ايه الستة دي؟ الستة دي اللي هي ال 6 chances اللي بتيجي مع زهرة ستة، وبعدين الخمسة دي شلت الخمسة مع الستة فبقت الخمسة مع الخمسة الباقيين. ممتاز يا شاطر، هديلك بونص برضه، بس طبعا احنا محتاج نتأكد ان الرقم ده مظبوط. طب نتأكد ازاي؟ دلوقتي انا عندي، هي بتقول عندك 21 choice، ال 21 choice دول منهم ستة كده سيميلر، واحد وواحد واثنين واثنين وثلاثة وثلاثة لحد كام وكام؟ 6 و6 دول 6 تشويسز على لوحدهم، وعندنا غير الستة دول يبقى 21 هنقسمها ل 6 و15. ال 15 التانيين اللي هم مين؟ اللي هم بقى الحاجات اللي هي سيميلر، اللي هي 1 و2 و1 و3 و1 و4 صح؟ ده اللي انت عايز تقوليه؟ هم هيطلعوا دول، هم دول يعني مش دي قصه يعني. طب انا عايز اعرف البروبابيلتي بتاعت كل واحد من دول هتساوي كام؟ والبروبابيلتي بتاعت كل واحد من دول هتساوي كام؟ كل واحد من دول البروبابيلتي بتاعته 1 على 36، وكل واحد من دول البروبابيلتي بتاعته 1 على 18، اللي هو 1 و2 هي نفسها 2 و1. ماشي؟ ففعلا يبقى انت الاجابه بتاعتك سليمه، لان هنا عندي 15 على 18 ب 5 على 6، وعندي 6 على 36 ب 1 على 6، ده اللي يدي الفول بروبابيلتي اللي هي ب1. فاحنا فعلا عندنا 21 اوتكم، عندنا 21 اوتكم من 2 راندوم دايز. طيب المهم انا كل ده بشرحه ليه؟ بشرحه عشان اقول لك ان انت دلوقتي عندك 21 اوتكم وانت واقف عند الماكس. انا مش عارف ايه اللي هيطلع، بس انا عارف ان لو جالي الاوتكم اللي هو 3 و4 اللي هو 3 و4 ببروبابيلتي لو جالك 3 و4 فهيبقى عندك تاخد دي او دي او دي او دي او دي اي واحده منهم صح؟ فلو انت عارف ان المين هيختار دي، يبقى هنا 3 و4 دي البروبابيلتي بتاعتها اصلا 1 على 18، اضربها في القيمه اللي راجعه لي من واعمل نفس الكلام ده ل 3 و5، واعمل نفس الكلام ده ل 6 و6 اللي هم 1 على 36، وبعد كده اعمل ايه في الاخر خالص عشان اعرف الماكس هياخد كام؟ الماكس هياخد مين بقى يا ترى؟
الويتد سم دوت اللي هو التشويس في البروبيتي بتاعته في القيمه اللي جايه له من ونفس الكلام لده ونفس الكلام ده ويجمعهم ويضربهم في الايه في البروبيتيز ويجيب السكور عند الماكس ونفس الكلام عند المين. فبيقول لك الالجوريزم هيسموه اكسبكتي ميني ماكس ده جنرالايزد ميني ماكس تو هاندل التشانس نود. لو الستيت ماكس هيريتيرن الهايست اكسبكتد ميني ماكس فاليو, لو الستيت مين هيريتيرن الاكسبكتد ميني ماكس فاليو اوف سكسس, لو هي تشانس نود هيحسب الافريج اوف الاكسبكتد ميني ماكس اكسبكت ميني ماكس فاليو اوف سكسس. خلينا ناخد مثال بالارقام احسن. لو انا عايز اعرف الفاليو اللي هترجع فوق هنا هتساوي كام, نعملها ازاي؟ انا هنا عندي دي ماكس نود ودي تشانس واللي تحت ده مين, فمن هيختار واحد وهنا هيختار اثنين وهنا هيختار ستة وهنا هيختار اربعة. حد عنده اعتراض على من؟ مفيش اي اعتراض, واضحة جدا بالنسبة لنا ان هو ايه واحد واثنين وستة واربعة. طب يا ترى دلوقتي لما اجي بقى هنا وانا في ماكس عايز اختار, اختار السكة دي ولا اختار السكة دي, اعمل ايه؟ لازم السكة دي يكون لها رقم ولازم السكة دي يكون لها رقم وفي الاخر خالص هاخد الماكس اللي فيهم. طيب هنا هختار, هكتب هنا كام بقى في البوزيشن ده, اكتب كام؟ واحد ونص. ممتاز يا اسامه, ان حجمها 2.5 زائد نص واحد. احسنت. وهنا هكتب كام؟ 5. 5. يبقى هو الميني ماكس هياخد انهي فاليو؟ ها الاكسبكت ميني ماكس هيختار 5, يبقى هيقول ان الفاليو بتاعته 5 عشان هو ده ماكسيمم بتاع الاثنين تشانس دول. ففور ستيت اس اكسبكت ميني ماكس بيشتغل ايه؟ لو انا كنت تيرمينال ستيت هيريتيرن اليوتيليتي, لو انا البلاير كان ماكس هيريتيرن الماكس اوف الاكسبكت ميني ماكس ريزلت, لو انا مين هختار المين اوف الاكسبكت ميني ماكس ريزلتس, لو انا تشانس هختار الافرج اللي هو البروبابيلتي في الفاليو بتاعي. Where the R represents all chance events, the dice roll, أو إن أنا أخذ ورقة أسحب ورقة من الكوتشينة أو أي حاجة من كده. تمام؟ ده الـ expected minimax. إيه conclusion بتاع محاضرة النهاردة؟ إن games are modeled in AI as a search problem and use heuristic to evaluate the game. بدل ما يروح يعمل لحد terminal nodes والوصول ليها يكاد يكون مستحيل في الدبثز الكبيرة, يعمل إيه؟ يعمل حاجة اسمها evaluation function. الايفالويشن فانكشن بتكون زمان معتمده على حاجه اسمها هاند كرافتد فيتشرز, دلوقتي بيستعملوا ديب ليرنينج وفيتشر اكستراكشن عن طريق ايه نيورال نتوركس زي الكونفوليوشن نيورال نتوركس والكلام ده. الميني ماكس الجوريزم تشوز ذا بيست موف, ذا بيست موف جيفن ان اوبتيمال بلاي فروم ذا اوبوننت. الميني ماكس بيحاول يوبتمايز اجينست الادفيرساري ان هو الثاني عايز يخسره. الميني ماكس جوز اول ذا واي داون تو ذا تري ويتش از نوت براكتيكال جيفن تايم كونسترين. الالفا بيتا بروننج كان ريديوس الجيم تري سيرش ويتش الاو تو جو ديبر ان ذا تري ويزن ذا تايم كونسترينتس. البروننج والبوك كيبنج والهيوريستكس والري اوردرنج والاي دي اس بيعتبروهم افكتيف جدا في وقت الايه البراكتس. تمام. برضو بيقول لك ان الجيم ده الجيمنج ده اكسايتنج وفان توبيك فور الاي اي وديفايزنج ادفيرسيري سيرش ايجنتس از تشالنجينج ديو تو ذا هيوج سيرش سبيس. ودايما ده التحدي اللي اي حد بيواجهه وهو جاي يكتب جيم, موضوع السبيس, هنزل ديبس كام علشان اعرف اجيب بيتر موفز, هو ده السؤال المحير. يعني احنا بيقول لك احنا ما غطيناش غير بس السطح بتاعه, حاجات كتيره جدا جيمز كتيره جدا في البارشلي اوبزرفبل بقى ما اتكلمناش عليها. ساعات الجيم بلاينج الروبوت فوتبول سمعتوا عن الروبو كاب بتلعب دي, برضو بتلعب فيها انترست كتير جدا للاي اي يعني. وممكن تبص على الايفالويشن فانكشنز بتاعت شانون بيبر دي اللي هي من 49, هتلاقي حاجات ظريفه جدا يعني كده. وان شاء الله الاساينمنت الثاني اللي هينزل لكم النهارده ان شاء الله هيكون فيه جيم بلاينج, بس ده هتسلموه في الاسبوع التاسع يعني بعد الميد تيرم ان شاء الله. الاسبوع اللي بعد الميد تيرم هتسلمونا الاساينمنت الثاني عشان تاخدوا وقتكم براحتكم جدا جدا جدا. هنعمل جيم اسمها ريسك جيم, المعيد بقى والمعيد هيشرح لكم بالظبط الجيم دي المطلوب منكم فيها عشان تمام. خلاص احنا خلصنا دلوقتي اهو, وان شاء الله باذن الله تعالى زي ما قلنا الاساينمنت اللي جاي هيبقى هينزل النهارده عشان نستبدا فيه لو عايزين, بس هيطول معانا شويه عشان الميد تيرم هيبقى في النص, فهنستلم الاساينمنت بعد الميد تيرم على طول الاسبوع التاسع بعد اسبوع الميد تيرم على طول ان شاء الله. اوكي.
اللي هتقعدوا فيه شهر تقريبا او اكتر. حد عنده اي سؤال؟ دكتور ماشي عندي سؤال. ايوه مايكل. احنا ما ينفعش يعني نغير البروبلم مادام هي سيرش نخليها ديب ليرنينج؟ ممكن مثلا يبقى عندنا تو مودلز بيلعبوا ضد بعض. لا 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 مش ده السكوب بتاعنا دلوقتي. تمام. اوكي. اوكي تمام. ماشي. خد بالك ان الجزء بتاع الكلاسيكال اي اي ده مهم، انت مهم تعرف في طريقه التفكير بتاعت الناس وكانوا بيفكروا في ايه وايه اللي شايفين ان حل المسائل. والحاجات دي على فكره فاني جدا لو حاولت انك تعمل الجزمات دي بتاعت الميني ماكس وتشوف مشاكلها ايه وتحاول تحلها، تو ماتش فان يعني، مش مزعج يعني، بالعكس الواحد بيبقى نفسه يعمل الايجنت كويس ويعرف يكسب يعني. فانا بقول لك من دلوقتي ان الكلام ده فاني وجميل يعني، ومش الهدف ان انا اخلي الكلاس بتاع الاي اي، مش ده الهدف ان انا اخليه ديب ليرنينج خالص. احنا في كلاسز ثانيه بنشتغل فيها ديب ليرنينج براحتنا يعني. ماشي اوكي، هكتفي على كده النهارده، وان شاء الله نشوفكم يوم السبت الجاي محاضره الكونسترينت ساتسفاكشن بروبلم باذن الله. السلام عليكم.